وبنرجع مره تانية مع حضراتكم، وبيسعدنا يكون معانا في الفقره دي هاله حافظ. وهاله، احنا متعودين كل اسبوع تقول لنا ايه الاخبار بتاعه الابراج بتاعتنا. اهلا وسهلا بيك يا هاله، ونورتينا وشرفتينا. نورك يا مفيدة. بنجد تحيه مره تانية لكل المشاهدين وضيفتنا زي كل يوم اربع بتنورنا هاله حافظ. اهلا بيكي. اهلا يا سوسو. لو قلنا ان كل برج، احنا الحياه بتعلمنا طول الوقت، فلو كل برج ينفع نتعلم معاه ايه؟ يعني البرج يعلمنا ايه؟ كل برج يعلمنا احنا ايه؟ افرق يتعلم بقيه الابراج يتعلموا منه. طيب، حلو قوي السؤال. خلينا نقول طبعا ان كل برج عنده ميزات مش موجوده في غيره، يعني ما فيش حد شبه حد. فالحاجات الحلوه اللي عندك دي انت ممكن من كتر تعاملك تتعلمها منه. نبتدي بالحمل. ايه ممكن نتعلم ايه من الحمل؟ الصبر. الحمل الصبر يا مفيده. الحمل. انا قلت عشر الثلاث سنين ان مفيده وزهير بقوا شاطرين جدا جدا في الابراج، بس كونك تقولي لي ان الحمل صبور، ملوش علاقه بالصبر. مش صبور، زنان يعني. لا، الحمل ايقاعه سريع. فخلينا نقول ماذا يعلمنا مولود الحمل؟ الحياه، الحمل بيعلمنا ان الحياه ما بتقفش على حاجه ولا على حد. بيعلمنا ان احنا نسعى دايما ورا طموحنا وما نيأسش ابدا. يعلمنا ان احنا نمارس جنون الحياه من غير ما نزعج حد. بيعلمنا الجدعنه. دي الحاجات اللي نتعلمها من الحمل. طيب، خلاص كده. التور بيعلمنا التخطيط الجيد قبل ما ناخد اي خطوه، ما ناخدش خطوه عشوائيه يعني ابدا. التور مخطط جيد جدا جدا جدا. نتعلم التور ان احنا نثق بنفسنا جدا، يعني نتعلم من التور ان احنا ما نخافش من حاجه ولا من حد ابدا. نتعلم من التور ان احنا ما نفقدش ايماننا بالله ابدا ابدا. ايمانهم بالله قوي جدا جدا. نتعلم من التور ان احنا بالصبر هنوصل. التور بقى هو الصبر، هو عكس الحمل. عكس الحمل. عشان كده قلت لك يا مفيده الحمل عكس الصبر. الجوزاء نتعلم من الجوزاء ان احنا ما ناخدش الحياه ماخذ الجد. ان احنا لا ناخذ الحياه ماخذ الجد. ان احنا ما نديش اهميه لكلام الناس، لان كلام الناس ولا بيقدم ولا بيأخر. نتعلم من الجوزاء ان لنفسك عليك حق، ما تهملش نفسك ابدا واديها حقها. نتعلم من الجوزاء ان التكبر والغرور بدايه الفشل. عشان هو متكبر ومغرور. لا، بالعكس، هو مش ضد متكبر. ما تلاقيش جوزائي متكبر ومغرور ابدا. السرطان، نتعلم ايه من السرطان؟ ان احنا ما نستخفش ابدا بمشاعر الاخرين مهما كانت بسيطه. نتعلم من السرطان ان احنا لازم نسيب اثر طيب جدا جدا عند اي حد ممكن نقابله. نتعلم من السرطان ان الكلمه الطيبه صدقه. نتعلم من السرطان ان كل خير انت بتعمله هيلف 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 وهيرجع لك وهتدوق منه. الكارما. نظريه الكارما بتحصل بالظبط. الاسد، نتعلم الاسد الاناقه والشياكه. نتعلم الاسد ان طالما معاك الحق لازم تاخده مهما كلفك الامر. نتعلم من الاسد البعد عن الاغبياء، لان وجودهم في حياتنا هيضرنا جدا. الحماقه اعيت من يداويها. نتعلم من الاسد ان الكرم مش بس كرم اخلاق، ان في حاجه اسمها كرم ضيافه، تهادوا تحابوا. نتعلم كمان من الاسد ان عزه النفس والكرامه والاحترام هما اساس اي علاقه. العذراء، نتعلم من العذراء ان احنا ما نسمحش لحد ابدا ايا من كان يتعدى قواعدنا وحدودنا الشخصيه. نتعلم العذراء ان الحب حلو بس مش على حساب الكرامه. نتعلم العذراء ان احنا نفكر بذكاء قبل الوقوع في الحب. نتعلم العذراء ان القوه في الفكر والتخطيط مش في العضلات. نتعلم العذراء ان لا للفوضى ولا للعشوائيه. طيب، الميزان نتعلم ايه من الميزان؟ ان احنا نتمهل كويس جدا قبل اتخاذ اي قرار. نتعلم الميزان ان احنا نهتم بشكلنا زي ما بنهتم بافكارنا وعقلنا بالظبط. نتعلم الميزان ان احنا نرفض كل اشكال الظلم اللي موجوده في الحياه. بس هو الميزان بيهتم للدرجات بشكل. على فكره، منظم ومرتب، مهندم. يعني حتى مش لو مش براندات وكده، بس ما يلبسش حاجات ملخبطه. لا، شيك حتى شيك لو نفسه. بسيطه بس مهندمه. نضيف. ان احنا نرفض، هو عادل جدا ميزان. فنتعلم الميزان ان احنا نرفض كل اشكال الظلم. نتعلم ان انت ازاي تكون حقاني. العقرب، نتعلم ايه بقى من العقرب؟ ان احنا ما نسكتش عن حقنا
ابدا نتعلم العقرب ان احنا ننسحب من اي علاقه قبل ما نتاذي منها. نتعلم من العقرب ان احنا نحط حدود لحياتنا الخاصه بعيد عن المتطفلين واللي هم عندهم حب استطلاع فظيع ده. نتعلم العقرب ان احنا نشعر بعمق ونعطي بحساب. نتعلم بس نعطي بحساب ده مش نظريه دايما. العقرب ايوه يفكر بعمق بيعطي بيفكر وبيحس. بس مش دايما نظريه ناجحه. هو بس العقرب كده. اصل العقرب مختلف. العقرب البرج اللي بيحكمه بلوتو والمريخ فتلاقيهم عندهم حاجات مختلفه. هم حد متميز ومختلف. خلينا نتفق ان العقرب متميز ومختلف، سواء كان التميز ده ايجابي او سلبي بس هو متميز. نتعلم العقرب ان انت ما تسمحش لنفسك ابدا ان انت تكون اختيار بديل او اختيار تاني. يعني العقرب لا يجلس على دكه البدله. العقرب دايما بيبقى اختيار اول ولا عرف. هو بيحب يبقى اختيار اول بالظبط. فهو ده احنا ده اللي بنتعلمه من العقرب. القوس. القوس بنتعلم منه ان ما فيش سن محدد للنضوج. بنتعلم من القوس انك تحارب وما تتهونش في حقك وتحدى كل الظروف المؤلمة أو الموجعة. نتعلم من القوس أن أنت يكون عندك دايما سبب مقنع وراء أي قرار هتاخده. نتعلم من القوس أن الحب الأول مش بالضرورة هو الحب الأخير. على أنهم بيحبوا الحياة وبيحبوا طول الوقت. مش بالضرورة حبك الأول يفضل هو للآخر. بنتعلم من القوس أنك ما تستسلمش لضغوط الحياة مهما كانت. الجدي. نتعلم حاجات بقى لطيفة جدا. الجدي برضو المحارب. معلم. لا فايتر. بالظبط. بنتعلم الجدي ان احنا نثق في نفسنا جدا ونعتز بيها جدا. بنتعلم الجدي انك لا تهدر طاقتك مع من لا يستحق. بنتعلم الجدي ان احنا ما نسمحش لاي حد ايا من كان التقليل من شأننا او الاستخفاف بينا. نتعلم الجدي ان احنا ما نديش مشاعرنا لحد ما يستحقش يكون موجود معانا للابد. يعني اللي هيديله مشاعره ده الجدي هيقعد معاه للابد، عنده ابديه يعني. بنتعلم من الجدي ان احنا ما نفقدش ايماننا بقدراتنا ابدا. الثقه بالنفس برضه جدا جدا. الدلو. بنتعلم بالدلو ان انت تفلت ايدك قبل ان يفلتها الاخرون. انسحاب في الوقت المناسب انت الاول. بنتعلم من الدلو انك ما تخافش انك تعبر عن نفسك بكل حريه. نتعلم برضو من الدلو انك تمارس حريتك بما لا يضر الآخرين. أنت حر ما لم تضر. بنتعلم من الدلو إنك تبقى قوي ومحبوب في نفس الوقت. يعني مش معنى إنك قوي إنك تبقى مكروه. المعادلة الصعبة. المعادلة الصعبة. الحوت. بنتعلم من الحوت إن إحنا نتعاطف جدا مع الآخرين ونشعر معاهم. بنتعلم الحوت إن إحنا نتعامل بإنسانية. أو إزاي تكون إنسان يعني. بنتعلم الحوت إنك ما تترددش أبدا بمساعدة أي حد يطلب منك أو يحتاج مساعدتك. بنتعلم من الحوت ان انت تدي مساحه لخيالك لان الواقع في بعض الاحيان ظالم ومؤلم. يعني الخيال عنده جزء في الخيال. الواقع صعب. انا عايزه اعرف سؤال.